السلام عليكم يا شباب، كل سنة وانتم طيبين وربنا يعدي السنة دي على خير ويقدرنا ان احنا نقدر نخدمكم. هنا هتكلم على سامري يخص الليجمنت ويخص التندن. هما الاثنين كونكتيف تيشو، الاثنين موجودين في قلب السكيليتال سيستم، هما الاثنين بيهلب ان موفمنت بس بتكنيك مختلف. الليجمنت رباط بالعربي، تندون وتر. الليجمنت بيكونكت البونز مع البونز عشان يربطهم ويعمل دايركشن للموفمنت، دايركشن يحدد اتجاه الحركه، ولذلك الرباط يتقطع، يحصل تيرنج للايه؟ للليجمنت لما يحصل تويستنج او سبريننج، التواء التواء، فالرباط يتقطع فتقعد في البيت، تبقى عايز ميديكال سبلنت وانتي انفلاماتري برضو، وتثبت حركتك كده عشان ربك يكرم. ولو القطع كامل كومبليتلي كات فانت بتدخل جراحه سيرجيكال انترفنشن. نروح للتندن. تندن كونكتيف تيشو بيربط المصل مع البونز عشان يعمل كونتراكشن وريلاكسيشن ويقلو الموفمنت. فاللي مسؤول عن الحركه المصل اللي بينقل قوه العضله للعظم التندون، اللي يحدد مجال الحركه الليجمنت. يبقى بون وبون ليجمنت، بونز ومصل ها تندونز. اشهر ليجمنت مين؟ الكروشيت ليجمنت اللي موجود في الركبه، وعند الركبه فيها اربع اربطه، اتنين كروشيت انتيريور وبوستيريور، وعند ميديال كولاترال ليجمنت، وعند لاترال كولاترال ليجمنت. وبيجي لي اسئله ما بينهم، عدد الليجمنت اللي في الركبه اقول 4، عدد الكروشيت ليجمنت اقول كام؟ 2. طب عدد الليجمنت اللي موجوده ما بين الفيمر والتيبيا 3، اتنين كروشيت والميديال. طب عدد الليجمنت اللي موجوده ما بين الفيمر والفيبيولا ها 1، اللي هو مين؟ اللاترال كولاترال ليجمنت. اللاترال كولاترال ليجمنت. طيب ماشي، لو حصل تويستنج زي اللي حصل كده لمحمد صلاح اللي على اسمي، تمام، تويستنج للجوينت قوي او التواء جامد للعظمه، تبص تلاقي يحصل تيرنج للليجمنت، وهنا لازم يبقى في تدخل جراحي وموال لانه قطع رباط. طب مستر، اشهر تندون الاكيلس تندون، وده اللي موجود فين؟ اللي موجود ما بين الجاستروكنيميس مصل او الكال في مصل، وما بين الهيل بون، واللي بيعمل اللو الموفمنت بتاع الايه؟ الكعب، وش رجلك لفوق وتحت. وساعات الراجل ده بيحصل له كومبليت كات وادخل اعمل جراحه، تمام، وش، ولو بارشلي كات ادي انتي انفلاماتري وادي بين كيلر مسكنات للالم واعمل ميديكال سبلنت. طيب ادي الاسئله وادي الفكره بتاعتنا، ناخد اسئلته بقى. بالنسبه للمعاصر اكس ريفير تو، فين اكس ده يا جدعان؟ اكس ده عظمه، دي الركبه، يبقى اكس دي مين؟ عظمه الفيمر. ماشي، خد اللي بعده، السؤال اللي بعده هيسال على نفس الرسمه. طب ال ده بون، الباتيلا بون، وده مصل اهو، وده مصل، فيبقى ايه اللي ده؟ بتكلم على مين؟ بتكلم على تندون. طب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ وات ار ذا structures ذات ار ريسبونسبل فور determining ذا دايركشن اوف موفمنت ان ذا جوينت. مين اللي بيحدد مجال الحركه في الجوينت؟ مجال الحركه الليجمنت. طب مين هنا الليجمنت قدامك؟ عند زد ده ليجمنت، وعند واي ده ليجمنت. الاسئله اللي على الرسمه عشان تبقى قدامك اهو، اللي ريفيرتو طبعا تندون، اللي بيحدد الحركه الليجمنت اللي هي واي وزد. نمبر اوف ليجمنت ذات لينك فيمر بون وستيبيا، الفيمر بالتيبيا 3، ميديال كولاترال، والاثنين كروشيت انتيريور وبوستيريور. نمبر اوف ليجمنت لينك فيمر وسفيبيولا 1، اللي هو اللاترال كولاترال ليجمنت. ذا ان ذا اوبزيت فيجر، which structure report represent the least effective part of movement of bone in this joint. انا عندي اربع ليجمنت، انت ده البوستيريور ليجمنت، انتيريور، ميديال، ها لاترال كولاتر. مين اقل رباط فيهم بيساهم في الحركه؟ رقم 4، لانه بيربط الفيمر مع الفيبيولا، تمام، الباقيين بيربطوا الفيمر مع التيبيا. وانت عارف ان حركه الركبه اصلا معتمده بشكل اساسي، او الركبه بشكل اساسي موجوده ما بين الفيمر وما بين التيبيا، لان التيبيا هي اللي شايله وزنك، لكن الفيبيولا قلنا دي عظمه تجميل بتاعه الرقصات وبتوع كمال الاجسام، مش عظمه تشيل وزن يعني. فدي العظمه او ده الليجمنت اللي بيربط عظمه الفيبيولا، والفيبيولا اقل عظمه في اللي قدامك بتتاثر بالوزن، فلو الرباط بتاعها اتقطع او في مشكله مش هتاثر قوي على حركتي وعلى اتجاه حركتي، على عكس الاربطه التانيه. limit of joint movement is determined by presence of ايه؟ بص بقى،
مدى الحركة، مدى الحركة بتاع أي مفصل بتحدد بمين؟ بالليجمنت. الليجمنت هي اللي تخلي الروبوت يتحرك في دايركشن أو في أكتر من دايركشن، تمام؟ لأنها بتعمل ديترمينيشن للموفمنت دايركشن أوف جوينت. ويتش، ركز، ويتش أوف ذا فالوينج إز ذا ليست إفكتيف بون أون لور ليمب موفمنت إف لو سمحتوا ها كريك كيورد إن إت. مين في دول اقل، مين في دول العظمه اللي في رجلك اللي اقل تاثيرا على الحركه لو حصل لها شرخ؟ مين في دول؟ مين في العظم اللي قدامك دول اللي ما تاثرش قوي على حركتك لو حصل لها شرخ؟ طبعا الفيبيول، لسه كنت بقول لك من شويه، لانها مش لودد بوزن. اوبوزيت فيجر، اكس ريبريزنت ايه؟ اكس مشاور على مين؟ بص كده، عظمه وعظمه وفي النص، يبقى ده مين؟ ليجمنت، رباط اسمه البرود ليجمنت، بس مش عندك. When a person is injured by cut in structure X، لو انت واخد بالك هنا حصل قطع في الاكيلس تندن، تمام، الاكيلس تندن راح في داهيه. طب انا هديله ايه؟ اديله انتي انفلاماتري، اديله مضاد التهابات بس، اعمل سيرجيكال انترفنشن بس. طب اعمل سيرجيكال انترفنشن واستخدم انتي انفلاماتري وادي مسكن الم، ولا اعمل ميديكال سبلينت اونلي؟ لا، هعمل كل حاجه، دي عمليه، دي جراحه، فادخل بسيرجيكال انترفنشن وهدي مسكن للالم وهدي مضاد للالتهاب. وات از ذا ريزن فور ان ابيليتي ومش عارف ايه كده، ايه جيمنست، الراجل، الناس اللي بيلعب جيم، تو بيرفورم موفمنت ان ديفرنت ايه لو سمحتوا دايركشن؟ انكريز ان ماسل الاستيسيتي، زياده مرونه العضلات، ولا انكريز اوف ليجمنت الاستيسيتي، ولا انكريز ان تندون الاستيسيتي، ولا بريزنس اوف ساينوفيال جوينت ايه لو سمحتوا؟ ها ability to perform movement in different direction. بيقول لك ايه سبب قدرة الناس اللي بتلعب جيم ولا بتاع، او الناس اللي بتلعب رياضة، يعني ان هي تعمل حركات في اتجاهات كتيرة، يعني ينزل يفتح حوض، تمام. العيال اللي تنزل دماغها في وسط رجلها دي، العيال اللي بتيجي مع عمرو الليسي كده في برنامج واحد من الناس، يقول لك اللي بيعمل حركات خارقة للعادة، تمام، اللي هي المهارات الخاصة، ده طبعا عنده مرونة ليجمنت، الليجمنت مرنة فيقدر ينتني للآخر وينزل ويروح ويجي، لأن الليجمنت عندها مرونة. فالحركات الزيادة أو اللي تحس إن في بني آدم بيقدر يعمل حركة أنت ما بتقدرش تعملها، هو عنده مرونة أكتر منك في الأربطة، فبتسمح له بالحركة الشديدة. تندن ار سيميلر للليجمنت في إيه؟ التندن والليجمنت شكل بعض في إيه؟ تندن ار سيميلر تو إيه؟ ليجمنت ان اول ذا فالوينج اكسبت سترونج اند ديورابل، اقوياء وعندهم درجه من الايه؟ من القوه، ماشي. ميد اوف كونكتيف تيشو، صح. الاستيك ويز هاي ديجري كونكتد ويز بونز، لا، الاستيك ويز هاي ديجري دي هم مش متفقين فيها، يعني هم الاثنين نفس الكونكتيف تيشو، هم الاثنين لهم اتصال بالعظم، لان الليجمنت ما بين بون وبون، التندون ما بين بون وبصل، هما الاثنين السترونج، بس هما الاثنين مش بنفس قوه المرونه، هما الاثنين مش بنفس قوه المرونه. الليجمنت مرونته اعلى من التندون، الليجمنت مرونته اعلى من التندون، كمان مره، الليجمنت مرونته اعلى من التندون، تمام. التندون بيبقى ايه؟ مرونته اقل سيكه عشان يبقى شادد وتر، يبقى شادد العضل، العظم كويس. محمد ويتش اوف ذا فالونج ريبريزنت رينك بتوين سكيلتال سيستم اند ماسكولار سيستم. طبعا التندون اللي بيربط ما بين العضلات وما بين العظم، الجهاز العضلي والجهاز الهيكلي، هيبقى التندونز اونلي. طبعا ذا اوبوزيت فيجر ان ويتش ستراكشر اكس، خلي بالك اكس ده بقى مشاور على مين؟ على الميديال كولاترال ليجمنت سيميلر للواي في ايه؟ تمام، ديجري واي ده اللي هو مين؟ واي ده اللي هو تندون، تندون، يبقى ده ليجمنت وواي ده التندون اللي كان رابط الباتلة مع الفيمر بون. طيب هما شكل بعض في ايه بقى؟ ديجري اوف الاستيسيتي نفس درجة المرونة، قلنا لا، قلنا لا، لأن الليجمنت عنده مرونة أعلى من التندون شوية. طيب سيميلرلي تايب اوف تيشو زي فورم اتش اوف ذم، اه طبعا صح، لان هما الاثنين كونكتيف تيشو، دي الجمله اللي صح. كونكشن اوف اتش اوف ذم ويز ماسل، لا، التندون اللي هو واي هو اللي بيمسك مع العضلات، بس اكس الليجمنت بيمسك بونز بونز. اكشن ميكانيزم اوف اتش اوف ذم، اتجاه حركتهم او اليه الحركه بتاعتهم، لا، يبقى هما شكل بعض في نوع التيشو، ان هما الاثنين كونكتيف تيشو وهما الاثنين تبع السكيلتال، ايه لو سمحتوا، السكيلتال سيستم. وكده يبقى البارت ده خلص، بقى لنا بارت الاذر سورس وبعد كده الاي كي بي. السلام عليكم يا شباب، ده الجزء الخاص بالاي كي بي والاذر سورس بتاع الليجمنت والتندن، بعد ما غيرنا ورجعنا لكم، حلقنا ورجعنا لكم وحاجات كتيره جدا كده. اوبزيت فيجر ريبريزنت الني جوينت، اكزامينت
ماشي زين انسر. اكس ده ريفير تو، طبعا اكس ده يا عم ليجمنت اللي هو الميديال كولاترال ليجمنت، الليجمنت اللي بيربط ما بين الفيمر العظمه اللي فوق وما بين التيبيا من الجنب، من الجنب الميديال كولاترال ليجمنت. اكس ده ريفير مين؟ ريفير الفيمر بون. اكس ده بيشاور على الفيمر بون، عظمه الفخذ اللي هي الثاي بون. واي ريفير تو، واي ريفير تو ليجمنت ليه؟ لان واي دي عظمه الباتيلا ودي عظمه التيبيا، فاللي بيكونكت عظمه مع عظمه اسمه الليجمنت. زد ريفير تو، طب بص يا عم، زد ريفير تو ميديال كولاترال ليجمنت زي ما انا قلت لكم في بدايه الايه، في بدايه الفيديو اسم الجمله. نمبر اوف ليجمنت ان جوينت، طبعا اربع ليجمنت على طول اللي هو اتنين كروشيت والميديال واللاترال كولاترال. ليجمنت اللينج لينج لينك البونز توجذر ات ذا جوينت، العظم مع العظم عشان تربطه عشان تعمل دايركت للموفمنت. رقم أربعة ليجمنت ذات لينك الفيمر بون والفيبيولا، الفيمر مع الفيبيولا اسمه اللاترال كولاترال ليجمنت. خمسة بون ذات دازنت نيد ليجمنت وين ات از كونكتد، وين ات از كونكتد ويز اذر ايه بونز، العظمه اللي مش محتاجه ليجمنت لما تتربط مع عظمه تانية اللي مش هتتحرك. ما هو الليجمنت بيربط العظم عشان يحدد اتجاه الحركه، فلو في عظمه هترتبط مع عظمه تانية ومش محتاجه ليجمنت يبقى انت تستنتج ان العظمه دي مش هتتحرك. طيب مين في دول عظم غير متحرك؟ اللور جو، سنانك، فكك بيتحرك طبعا على طول، الهيومرس بتتحرك، الكلافيكال ما بتتحركش، كلافيكال العظمه دي ما بتتحركش، طب الفيمر بتتحرك. فبالتالي التلاته دول اللي احنا ما اخترناهمش دول محتاجين ليجمنت لانهم موفينج بون، الكلافيكال ثابته في مكانها فمش محتاجه ليجمنت. ستة نمبر اوف كروشيت ليجمنت ان ني جوينت عند اتنين اللي هو الانتيريور والبوستيريور. اول جوينت نيد ليجمنت اكسبت طبعا الفايبرس جوينت لانها مفاصل غير متحركه فمش محتاجه ليجمنت. 8 which of the following characterize the ligament، ايه اللي بيميز الليجمنت؟ السترينث والسوليديتي، القوه والصلابه، ولا سترينث والاستيسيتي، ولا الاستيسيتي وسوليديتي، ولا الاستيسيتي وايه وكوهيجن. طبعا هتبقى السترينث والاستيسيتي اللي هو اختيار رقم اتنين، مرنه وقويه، مرنه وقويه لانها بتزود طولها حاجه صغيره كده عشان ما يحصل لهاش قط. 9 anterior and posterior cruciate ligament ده كونكت الفيمر مع التيبيا بون ات ذا ني جوينت عشان يحكم حركه رجلك قدام وورا. العاشر يا شباب بيقول لك tendons are similar with ligament in all the following except the tendon. بيسال بقى على الميزه بتاعت التندن اللي بتميزها عن الليجمنت. التندن سترونجر، اقوى، وديورابل يعني اقوى واكتر متانه، تمام؟ لكن هما الاثنين كونكتيف تيشو، هما الاثنين الاستيك فيهم الاستيسيتي، هما الاثنين كونكتد مع البونز، دي تميزهم. لكن يميز التندن، اللي بيميز التندن القوه والمتانه بتاعتها عن الليجمنت. 11 جايب لك قطع في الاكيلس تندن اهوت، بس بيسالك على الليبل اكس واي زد كي ريبريزنت ايه. طبعا لما نيجي نتكلم على اكس فاكس ده الاكيلس تندن، يبقى انا بتكلم على ايه او سي، اختيار دي وبي غلط. طيب نيجي نتكلم على واي، واي ده يا عم الهيل بون، الهيل بون نشوف بقى اهو الهيل بون ايه وسي ماشيين برضو معانا. طب زي ده هتبقى الجاستروكينيميوس ماسل، برضو الاثنين ماشيين معانا. طيب نيجي نتكلم بقى على الكي، هي اللي هتنهي الموضوع. طب الكي ديت عظمه التخينه، دي عظمه مين؟ التخينه اللي في رجلك، دي عظمه الايه؟ التيبيا، لان ده قدام صباع رجلك التخين او صباع رجلك الكبير، فدي التيبيا بون، فبالتالي انا هختار الاختيار الاول لان دي ما تنفعش تبقى الفيبيولا، الفيبيولا بتبقى قدام صباع رجلك الصغير. بيقول لك فروم ذا اوبزيت فيجر انسر، جايب لك حالات كده لالتهاب الاكيلس تندن وقطع الاكيلس تندن. فبيقول لك ايه واتش ذا فولوينج سيبتوم اللي هي انابيلتي تو ووك، عدم القدره على المشي، هيفنس ان موفمنت فوت، صعوبه في تقل في رجلك، الم شديد، ريبريزنتد باي ذا بريفيوس فيجر. ايه الحالة او الرسمة اللي فيها صعوبة في المشي، تقل في رجلك، الم شديد، لما يحصل كومبليت كات في الاكيلس تندن اللي هي كيرف ايه او جراف بي، قصدي جراف بي ليه؟ لان هنا الاكيلس مقطوع تماما اهو، هنا الاكيلس محمر يعني ملتهب، هنا برضو سليم، لكن القطع حصل في حالة بي. ممكن تكون الرسمة مش واضحة قوي بس ايه السورس بتاعها بيبين ان القطع في الكيس بتاعت بي، تيجي لك في الامتحان افضل بجودة اعلى شوية في من الصور دي. دراعك اهو وفي كسر في عظمه الالنا، عرفت منين ان دي الالنا؟ قدام صباع ايدك الايه الصغير ونهايتها مدببه اهي،
تمام، وهي اللي ماسكه عريضه من ناحيه الهيومرس، فهنا في كسر في الالنا والريديوس سليم. طيب لما يحصل كسر في الالنا بيقول لك يحصل ستوب للترانسميشن اوف نيرف امبلس. وانا مالي يا عم اللي بين الرسائل العصبيه الاعصاب ده كسر في عظم. طيب تندون رابتشر ماله برضو؟ التندون بيربط المصل مع البونز، العظمه اتكسرت التندون مش ضروري يتقطع. رابتشر اوف ليجمنت برضو لا مش قصه، لان الليجمنت بيحصل من التواء العظم مش من كسر العظم. ان ابيليتي تو موف ذا فور ارم، عدم قدره حركه دراعك بقى، ما هي الالنا هي اللي مسؤوله عن القصه دي، فالالنا دي اتكسرت فبالتالي مش تقدر تحرك دراعك لان احنا هنجبسك، فبالتالي هيوقف حركه الفور ارم بتاعتك. 14 فروم ذا جراف which number express the change that happen to the length of ligament after exposing to pressure. بص يا معلم الكولوم الاسود ده طول الليجمنت الطبيعي ثابت اهو، لما الرباط يتعرض لضغط المفروض ان هو بيزود طوله، ففين الحالتين اللي طوله زاد فيهم؟ التغير اللي هو اللون الاحمر. طيب الرباط لما يزود طول لما يتعرض لبريشر المفروض ان هو بيزود اللينث بتاعه عشان ما يتقطعش، فانا عندي حالتين اللينث زاد فيهم، حاله واحد وحاله اتنين. طيب انا اخترت اتنين، ليه اخترنا اتنين؟ لان هو بيزود طوله حاجة صغيرة، لكن هنا في حالة واحد ضاعف طوله تقريبا، الليجمنت ما يقدرش يضاعف طوله، هو يقدر يزود طوله حاجة صغيرة عشان ما يتقطعش. كما فيهاش تضطر ايه؟ فمش منطقي ان الليجمنت يضاعف 70% من طوله. The ability of a ballet barrier player to perform excellently for the long period is due to قدرة اللي بتلعب باليه ان هي تشتغل كويس او تقف كويس لفترة طويلة، طبعا لان عندها قوة في الاكيلس تندر، لعبة الاكيلس يعني الاكيلس هو اللي مسؤول عن فكرة الباليه دي تقف كويس. انكريز ماسل الاستيسيتي لا مش قصتها، انكريز سيكنس اوف كارتج مش بتاعتها، انكريز ساينوفيال فلويد ان ذا جوينت لا برضه مش القصة دي، القصة كلها قوة الاكيلس ومدى قدرته على التحمل لانها بتعمل مجهود مجهود عنيف عليه، فقدرته على التحمل دي اللي بتخليها تقدر ايه تثبت فتره فوق. رسمه الركبه في مرور تيبيا وبيقول لك بقى بالراحه عايزين اكس واي زد، اكس ده هيبقى الكروشيت ليجمنت طبعا، طب واي هيبقى مشاور على اللي حوالين العظمه، واي ده هيبقى الغضاريف اللي بتكفر الفيمر بون، طب زد هيبقى ما بين عظمه وعظمه وليكويد اهو فاضي هيبقى الساينوفيال فلويد. In front of you one of the joint in the human being if the ligament in this joint are replaced by tendon. لو احنا شلنا الاربطه وحطينا من بينها ايه مكانها اوتار اللي هي الليجمنت، وات از ذا ويل نوت بي ايه فول فيلد وذ ذا جوينت، ايه الوظيفه اللي مش هيعملها كويس؟ طيب ان ابيلتي تو موف لا الركبه تتحرك عادي. طيب ريديوس بون فريكشن هيقل تاكل العظم، طبعا هي الغضاريف ما لهاش علاقه اصلا بتاكل العظم والتندون ما لهاش علاقه بتاكل العظم لا بزيادته ولا بنقصانه، فدي بره اللعبه، اللي مسؤول عن تقليل تاكل العظم الغضاريف وانا ما بسالش عليها اصلا. طيب بون جروث ويل انكريز ان ذيس اريا، العظم يطول في المنطقه دي؟ لا هي القصه كنترول ذا دايركشن اوف موفمنت اوف ذا جوينت، هو ده اللي اتاثر. ليه بقى؟ انا الليجمنت بتعمل ايه؟ الليجمنت بتكنترول الموفمنت دايركشن وتربط العظم مع بعض، انا شلت الليجمنت وحطيت مكانها حاجه ثانيه يبقى الوظيفه بتاعت الليجمنت هي اللي تاثر لما بدلها. عند مدرس كوفي بيشرح كويس جدا، جبت مدرس ضعيف، ايه اللي حصل؟ المادة شرحها قل، الوظيفة بتاعت المدرس هي اللي قلت، تمام؟ فيبقى الموفمنت دايركشن هو اللي اتأثر، فجاب لك الأكيلس اهوت وجايب لك ليجمنت. بيقول لك which structure responsible for determining the direction of movement in the joint. بص يا كبير، اللي مسؤول عن تحديد اتجاه الحركة الليجمنت، مين الليجمنت رقم ثلاثة؟ ده الليجمنت، لأن أربعة دي عظمة بون ملهاش علاقة باتجاه الحركة. واحد دي مصل ملهاش علاقة بتوجيه الحركة، هي مصدر القوة بتاعت الحركة. اتنين ده الأكيلس تندون ما بيوجهش اتجاه حركة، فاللي بيكنترول الموفمنت دايركشن هو الليجمنت. مين الليجمنت اللي بيربط ما بين عظمة وعظمة؟ اللي هو رقم ثلاثة قدامك. 19 ذا بونز اوف ذا سكال ار هيلد توجذر باي، العظم بتاع الجمجمة بيتربط مع بعضه عن طريق السوتشر، اسم المفاصل اللي موجودة في العظم. السوتشر ان اكزامبل اوف بولاند سوكيت جوينت، هيبقى عندك حاجتين، بولاند سوكيت اللي هو جوينت عامل كده في تجويف وراس العظمه بتستقر فيه زي الشولدر زي الالبو، الشولدر والالبو بيكتورال جيرد اللي هو الشولدر الهيب جوينت برضو
الهيب جوينت ينفع لا تجويف وراس العظمه ثابته فيه. ذا اكزامبل اوف هنج جوينت. هنج جوينت عندك اتنين، عندك الالبو وعندك الني جوينت. الالبو والني جوينت عاملين زي المفصله بتاعت الباب. ذا جوينت سين بتوين الفيرتيبرال كولوم از، طبعا دي الكارتليجنال جوينت واللي موجود اسمها في بنك المعرفه اللي هو سيمفيسس. الكارتليجنال جوينت اسمها اصلا ايه يا سمعتوها؟ سيمفيسس. 22 خلصنا، ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.